حلو طيب وسريع، والطعم دمار. جبنة كريمة أي نوع تحبونه، واستخدمت 200 غرام. ونضيف علبة قشطة أي نوع تحبونه. خاشوكتين شكر باودر. نضيف موزة، وإذا ما تحبونها عادي لا تضيفون. وهسا نضيف أي نوع بسكت، وأنا ضفت بسكت لوتس. وبس هيك كلش كافي. أي نوع كاكاو وأنا ضفت هذا. الشركة قد يسوون إعلانهم ما يدرون. وأكيد قشطة. ونذوبه بحمام ماي، حمام بخاري شنو يسمونه. وأضيف عليه الكاكاو بعد ما ذوبته. ونزينه بشوية بسكت. وندخله بالثلاجة من ساعة على ساعتين. وهاي بعد ما طلعناها من الثلاجة. بسم الله. كلش طيب وحالي، بس لا تضيفون موز.